الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات منتدى التصنيف والوراثة الأسبوعية، وللأسف ما سعدناش وجودكم الأسبوع الماضي لارتباطنا بحضور مؤتمر علمي من المؤتمرات المهمة عن صون الطبيعة. وعن صون الطبيعة وخصوصا عن النباتات الطبية، إن محدثنا اليوم هو الأستاذ الدكتور سيد أبو الفتوح محمد عمر. الدكتور أبو الفتوح هو أستاذ النباتات الطبية والعطرية بالمركز القومي للبحوث أستراليا، وده كانت في سبتمبر 2012. دي الزيارات اللي قام بيها الدكتور سيد، ثم بعد ذلك يعني له أيضا مجموعة من المنح والجوائز. بحاول أشيل المنح والجوائز. طبعا أهم الجوائز اللي حصل عليها الجائزة التشجيعية من المركز القومي للبحوث سنة 74 في العلوم الصيدلية وتطبيقاتها، وجائزة الدولة التشجيعية سنة 99 في مجال الزراعة، والأوت ستاندنج بيتر أورد، جائزة أحسن بحث في الامريكان بوتيتو سوسايتي، مارك الجمعيه الامريكيه للبوتيتو سنه للمجله للبحوث التي نشرت في مجله الجمعيه والامريكان بوتيتو جورنال سنه 2004. ثم حصل مره ثانيه من مركز القومي للبحوث على الجائزه التقديريه سنه 2011، ثم مره ثانيه على جائزه الدوله التقديريه هذه المره في العلوم الزراعيه سنه 2015، وطبعا حصل على ميدالية الفنون من الطبقة الأولى في أغسطس سنة ألف الميدال أوف ساينس أند آرتس، ميدالية العلوم والفنون فيرست كلاس سنة 2017. دكتور سيد أيضا عضو في عديد من الجمعيات العلمية، فهو عضو ورئيس الجمعية العربية للميديسن بلانت ريسيرش أبحاث النباتات الطبية، وعضو من الجمعية النباتية للبايو ساينس، الجمعية اليابانية للبايو ساينس والبايو تكنولوجي والبايو كيمستري، وهو عضو في الجمعية الأمريكية للهورتيكالتشر وممبر أوف ذا إيجيبشن سوسايتي أوف هورتيكالتشر البساتين، ثم هو عضو في الكونسرفيشن أوف ميديسن بلانتس إن سانت كاترين سوسايتي في سيناء. وسانت كاترين هي تقريبا كانت أهم منطقة بتجرى فيها أبحاث النباتات الطبية، لأن هي فيها أكبر عدد من النباتات الطبية في الفلورا المصرية مقارنة بمساحتها. ثم أخيرا هو ممبر في الجي اي سوسايتي، ويمكن الدكتور سيد له أبحاث كثيرة، ولكنه يعني نكتفي بهذا القدر من تعريف حضراتكم بأستاذنا الدكتور سيد أبو الفتوح، ونرحب به وندعوه أن يبدأ حضرتك. شكرا دكتور بدري. انا وفاء، بس بمس على حضراتكم أهلا جميعا بيك وبشكر دكتور دكتور وفاء. طب اهلا تفاءلوا بيك أهلا بيك. وبشكر دكتور سيد جدا جدا انه قبل هذه الدعوه، واعتقد انه من الاعمال الوطنيه اللي بيعملها هو الويتس اوف ايجيبت اللي ربنا يكرمه، صدر الجزء الاول في 10 اجزاء او البارت 1 في 10 اجزاء، وبربنا باذن الله يحميه ويكمل لنا البارت 2، ودي من الاعمال الجيده اللي سوف يشهد لها التاريخ كله. اتفضل يا دكتور سيد، شرفتك. شكرا جزيلا. هل نستطيع ان احنا نشير الان؟ اتفضل يا دكتور. لو دكتور بدر تقدر تعمل، ايوه بالظبط، اعمل ستوب تمام. شيرنج. اتفضل يا فندم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنا بفتخر وبشرف أنني في هذا الموقع الآن مع لفيف من علماء النبات والوراثة. فحاول أعمل الماكسمايزيشن. في الحقيقة الأول خلوني أتوجه بالشكر الجزيل للجنة المنظمة لهذا المنتدى العلمي، المنتدى العلمي للتصنيف والوراثة. بتوجه شكر للسيد الأستاذ الدكتور وفاء عامر، والسيد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح بدر، والسيد الدكتور أشرف سليمان، والسيد الدكتور سامي ربيع على هذه الفرصة أنني أن أتحدث من خلال هذا المنبر العلمي على Egyptian Encyclopedia of Wild Medicinal Plants as a milestone for conservation of genetic resources and folk medicine. الحقيقة زي ما قال أستاذنا الدكتور عبد الفتاح بدر أن المشروع المشهور اللي هو Conservation and Sustainable Use of Wild هو الحقيقة يعود له الفضل في هذه الموسوعة أو في فكرة هذه الموسوعة، لأنه كان أو الموسوعة كانت المخرج النهائي لهذا المشروع، ولأسباب عديدة تم إصدار جزئين منها وتوقف، وهقول الكلام ده بالتفصيل. فأخذ الدكتور محمود صقر المبادرة من خلال كرئيس الأكاديمية المبادرة لتمويل مشروع بنفس العنوان Egyptian Encyclopedia of Wild Medicinal Plants in Egypt لإصدار هذه الموسوعة. حضراتكم أنا بتكلم في ملعبكم، في ملعب تصنيف النبات وفي ملعب الوراثة، فيعني إذا أخطأت فسامحوني وعدلوا لي لو في أي معلومة ومن الله التوفيق. الفلورا المصرية أو النباتات البرية المصرية في بعض الإحصائيات أو الحصر كانت في وقت من الأوقات 2500-2200، لكنها النهاردة الرقم الذي يكاد يكون على الاتفاق هو 2145 سبيشيز، تنتمي إلى 129 عائلة نباتية. من هذه النباتات ما يقرب من 1000 نبات أو 1000 نوع نباتي يمكن أن تكون لها قدرة في الاستخدام الطبي في الاستخدامات الطبية المختلفة. تتوزع هذه النباتات البرية في 6 مواقع جغرافية مميزة أو هامة في داخل حدود مصر. لو بدأنا من الشمال والشرق هنلاقي منطقة شرق سيناء، شمال سيناء، ومنطقة جنوب سيناء، وساحل البحر الأبيض من رفح لحد السلوم، كده 3 مناطق. المنطقة الرابعة اللي هو ساحل البحر الأحمر أو الصحراء الشرقية. نمرة 5 هي جبل علبة، حلايب وشلاتين، وكلنا عارفين قد إيه هذا المكان ثالث بالنباتات الخاصة به، وآخر حاجة اللي هو الصحراء الغربية والواحات. بالطبع في الوادي والدلتا في نباتات برية، لكن احنا بنتكلم على المناطق الصحراوية بالدرجة الأولى، فهي دي 6 مناطق التي تتوزع فيها معظم النباتات اللي هي تقرب من 2145. تم تقسيم هذه النباتات من حيث الاستخدامات الطبية إلى فارماكوبيا البلانت، يعني نباتات دستورية موجودة في دستور الأدوية، وهم حوالي 13 نبات على رأسهم الأمي ماجوس، الأمي بزناجة، الكاشا إيتاليكا، سترالس كولوسينتس، جلاتريزا جلابرا، والهيوساماس، وسيلبا ماريانا، ونباتات أخرى. القسم الثاني هو نباتات
not pharmacopeial but are used in preparation of industrialized drugs. نباتات ليست نباتات دستورية ولكنها تستخدم في بعض الصناعات الدوائية ولها استخدامات عديدة زي البلانتاجو زي السايبرس زي الكباريس زي الأستريالس زي البلانتاجو زي الأكاشيات زي الهيوسامس وهكذا، لأن هذه النباتات يمكن أن تجد منها تركيبات دوائية موجودة أوريدي. القسم الثالث نباتات تستخدم في الطب الشعبي زي الأشيليا فراجرانتيزما وزي الأدونيثيا وزي الهاجي وزي الأمبروزيا وزي الأرتميزيات الانايتس كلوتروباس المينتا بيلغوم الهايفان. كل هذه النباتات بتستخدم في الطب الشعبي، وعديد من هذه النباتات تصل إلى ما يقرب من 500 نبات. لها قدرة من ناحية طبية زي الأكاشيا إرمبرينجا وأنابيزيس البراسكا الأوفربيات إلى آخره. لكن هناك قسم قد يسكت عنه ولكنه مهم، هي نباتات تستخدم في الاستخدامات الطبية لكن تحت كونديشنز محددة، لأن بعض هذه النباتات دي بيكون فيها بعض المواد السامة، فعند استخدامها استخدام غير وايز أو غير حكيم يمكن أن تؤدي إلى أضرار أكثر من نفع. هذه النباتات التي تحدثنا عنها أو التي توجد في كثير من المناطق تتعرض لمخاطر بيئية، تتعرض لمعاملات بشرية غير حكيمة، يؤدي في النهاية إلى أنها تتعرض إلى ضغوط بيئية أو ضغوط إنسانية تؤدي إلى أنها قد تتعرض إلى الاندثار. وبالفعل تعرضت بعض النباتات الكثيرة إلى الاندثار. وبيقسموا أساتذتنا في الكونزرفيشن أو في البيئة أو في النبات، بيقسموا النباتات إلى common, rare, endangered, extremely endangered, vulnerable وهكذا. دي على حسب الوضع البيئي. على الوضع البيئي ده بيأتي من دراسة الكوميونيتيز المختلفة للنباتات في موائلها الطبيعية، وبيشوفوا الضغوط التي تتعرض لها أو أنها بتقل أو بتكثر، فبيبدأ هنا تقسيم هذه النباتات sources of threat بعض أو يعني المخاطر المختلفة أو المصادر المختلفة لهذه المخاطر. بتبقى بالدرجة الأولى الأوفر جرازنج من حيوانات الرعي أو من الحيوانات البرية الفيرال دونجز أو الفيرال دوجز أو الفيرال أنيمالز بصفة عامة، أو الجرازنج العادي عند البدو أو أصحاب القطعان الماشية بيتركوا مواشيهم للرعي في لهذه النباتات، فهذه النباتات بتتعرض للرعي الجاي. Unwise harvest أو collection اللي هي الجمع غير الحكيم أو المنظم لهذه النباتات من موائلها الطبيعية بأغراض مختلفة، إما إنها أغراض التريدينج اللي هم العشابين اللي بيبيعوا هذه النباتات وتعتبر مصدر رزق لهم، يا إما إنها بيستخدموها البدو في الريموت اريا كمصدر للطاقه او مصدر للحصول على طاقه، يا اما للساينتفك بيربز زي ما بيطلع بعض الابحاث اصحاب في المشاريع او في رسائل الدكتوراه الماجستير يعملوا يجمعوا بعض النباتات، فبيجمع مش بس الكميه لتكفيف، لا بيجمع كميه تكفيف وزياده، لان الراجل بيقول لك هي زياره واحده اروح اجيب الكميه اللي انا عاوزها. فدي بتبقى الحقيقه نوع من انواع، رغم ان هؤلاء علماء وبعضهم طلاب بحث وطلاب علم، الا انهم برضو بيغلبوا مصلحتهم الشخصيه على المصلحه العامه زي ما هنتكلم. الكونستراكشن اللي هو التعمير، وما أدراك ما التعمير، إقامة مدن جديدة على الشواطئ، كل هذا أدى إلى نبات زي بصل العنصل من يندثر من الساحل الشمالي على سبيل المثال. بعض الراليز زي الكار ريسز والرالي دي برضو كانت بتبقى مصدر من مصادر التهديد
المجتمعات النباتية وبتأثر على الفلورا. الكلايمت تشينج، وده مهم جدا جدا لأن النبات بيتعرض لتغيرات في الفينولوجي، في البلانت فينولوجي. بينسحب هذا الكلام على معاد الإزهار ومعاد الإثمار، وبالتالي وفي بعض الأحيان ارتفاع الحرارة العالي بيؤثر على بعض النباتات، بتبدأ برضو بنشوف إنها بتنتهي أو بتندثر في أماكنها. فالكلايمت تشينج أحد المصادر التي تهدد النبات. عاوزين اوكي في مصر كان هناك يوما ما 120 plant species endemic to Egypt. للأسف بعض الإحصائيات تقول أنها الآن 61 نبات. يعني تصور حضرتك 50% أو تصوروا حضراتكم 50% من الانديميك سبيشيز. والانديميك سبيشيز الزملاء اللي هم يمكن اخواننا الصغيرين هي النباتات المتوطنه. والنبات المتوطن يعني موجود في اقليم جغرافي معين، قد يكون اقليم زي حوض البحر الابيض المتوسط او قطاع مكان معين زي سانت كاترين مثلا، او قد يكون مكان جوه سانت كاترين نفسها زي احد الكهوف اللي هو بينمو فيها البرومولا بوفاني، او احد الارتفاعات على احد الجبال زي اللي بينمو عليه تايمز ديكساتس. فانديميك يعني انه متوطن في هذه المنطقه، يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى حبى هذه المنطقه بهذا النبات، اصبحت هذه المنطقه من خصوصيتها انها تحتوي على هذا النوع النبات. فمصر لها لها مجموعة نباتات إنديميك يعني موجودة فيها فقط، وأساتذتنا يؤكدون لنا هذا الكلام أنهم 61 نبات أو أكثر أو أقل. فمن المهم جدا أن نحافظ على هذه النباتات المتوطنة، ولذلك لما يختفي أحد هذه النباتات بتبقى مأساة بصراحة. يعني لو الجدول ده بيبين على في وقت ما التوتال نمبر للفلورا في ايجيبت كانت 2150، الانديميك 61، الثرياتنج سبيشيز يعني النباتات المهدده هي 98. يعني لابد ان الالارم يشتغل لهذه النباتات المهدده ويبقى في كونزرفيشن اكتيفيتي او انشطه للصون داخل المواقع وخارج. طيب عرفنا الانديميك سبيشيز، دي بعض النباتات اللي هي انديميك، وده الاسم العربي بتاعها زي الغاصه البلوطة كايزاري، دي مهدده جدا. البوفانيا مالتيسيبس دي العدمه، دي مهدده بالخطر. الصامه دي نادره، اللبينه نادر، الزيتيه مهدد، زعتر كاترين اللي هو اورجانم سرياكا. وإن كنت أميل أن أوريجانم سيرياكام هو بينتشر في حوض البحر الأبيض المتوسط، إلا أن الفرياتي سيناكام قد يكون هو الانديميك معانا. الفلوماس البرومولا بوفاني اللي أنا قلت عليه بيبقى موجود في الكهوف في سانت كاترين، والحقيقة التربة بتاعت المنطقة دي بتبقى لها خصوصية معينة، ولذلك من الصعب جدا أن نبدأ يكثروه خارج الموقع. الثايمس ديكساتس ايضا هو مهدد بالخطر وهكذا. هذه الصور برضو بتبين لنا، يعني ده البروملا، ده نبات البروملا بوفاني، وده نبات البوفونيا اللي هو العدمه، وده الفلوماس، ده البالوتا كايزاري، ده الروزا ارابيكا، وده من النباتات برضو مطلوب ان هو يتعمل عليه الشغل. لان طبعا البذور من الصعب جدا، لكن قد تكون العقل هي او التشو كالتشر هي الوسيله الامثل للكونزرفيشن. النبيده ده الثايمس ديكساتس، وده بينمو على ارتفاعات محدده في جبل سيناء. والحقيقه ان هذا النبات تتعايش عليه فراشه
لأحد إحدى الحشرات. هذه الفراشة صغيرة جداً، فخصوصيتها إنها بتنافس أنها تكون أصغر فراشة. فتصور حضراتكم، تصوروا إن لو هذا النبات أيضا هذه الفراشة سينسحب الخطر عليها أيضا. ده الزعرور كاراتيجوس شيناكا. ولو جينا نتكلم على الأنشطة الكونزرفيشن اللي يجب أن أو المتعارف عليها أن تتم عشان الحفاظ على هذه النباتات المعرضة للخطر، هي الانسيتو كونزرفيشن أو داخل الموقع أو الانسيتو كونزرفيشن. انسيتو بالدرجة الأولى هو إقامة المسيجات فينسز أو ريهابليتيشن، اللي هو الترميم أو أن احنا نعمل عملية تحسين لوضع الكوميونيتي. الأورنس اللي هي التوعية، توعية اللوكال كوميونيتيز بالمخاطر وكيف يحافظوا على هذه النباتات. الريدكشن اوف ذا ستريس، ان احنا نقلل الستريس اللي واقع على هذه النباتات. اذا كان الناس بتاخد هذه النباتات عشان تستعملها كوقود، احنا نوفر لهم الوقود. اذا كانوا بيستخدموها اعلاف، احنا نوفر لهم اعلاف من الوادي والدلتا. اذا كان نعمل اورنس بالنسبه للطلبه وبالنسبه للي بياخدوا بيجمعوا هذه النباتات. النهارده الفايتو كيمستري ميثودولوجي بقت متقدمه جدا، والاجهزه متقدمه جدا. بدل ما كان ايام زمان بنحتاج 10 كيلو، النهارده تستطيع او يستطيع الطالب ان هو بربع كيلو يخلص رساله الدكتوراه او رساله الماجستير. بقى في اتش بي ال سيز، بقى في ماس سبيكترم برضو كونكتد مع اتش بي، اتعرف على المركبات. بقى في جي سي ام اس، بقى في طرق استخلاص حديثه جدا. فمن من المهم جدا ان يحصل في اورنس في الجامعات من هذه الناحيه، ان الطلبه تستخدم هذه الطرق وعشان تقلل كميات النباتات. وبنعمل برضو اورنس اللي هم بيستخدموا فراد التجاره، احنا نعمل لهم فاليو لحياتهم، بان هو بدل ما يبيع الكيلو عشب، لا احنا نقول له نظفه، غربله، جففه، حطه في باكتس، حط عليها ليبل، بيع الباكت الواحده هتبيعها بثمن الكيلو. يبقى هو بدل ما كان هيجمع 100 كيلو او 10 كيلو، هو ممكن يجمع 2 كيلو وتعود عليه بالنفع من بالادد فاليو اللي احنا هنعلمها له. الطرق اللي هو التصهير نعلمها له، يبدا يشتغل فيها، وبالتالي نقلل الاسترس عن هذه النباتات. The exit conservation أو الصون خارج الموقع، cultivation outside، والبيوتكنولوجيا هتشتغل أو هيبقى لها دور مهم جدا في هذا المجال. conservation of traditional knowledge، ودي مهمة جدا عشان intellectual property rights أو الملكية الفكرية لأهلنا في البلد. الجيم بانك، إن أنا بحفظ البذور وأي بروباديولز مصدر من مصادر التكاثر للنباتات دي، بحيث ان احنا ممكن نستخدمها في اي وقت. مهم جدا اللي هي documentation of all the knowledge related to these plants، واللي هي باختصار الانسايكلوبيديا. لما نعمل documentation لهذه knowledge ونعمل documentation للنبات وللموقع بتاعه، الكيمستري بتاعه، التراديشنال يوزز، الاوثنتيكيشن، أهم حاجة كمان اللي هو الدي ان اي باركودنج بتاعه. في لأن احنا لما بنعمل دوكيومنتيشن بنحفظ حقوق البلد في هذه النباتات، بنحفظ حقوق القبائل، بنحفظ حقوق اللوكال كوميونيتي في هذه النباتات، في هذه المعلومات. ودي كانت المدخل إلى عمل الموسوعة. زي ما قلت لحضراتكم ان أخذت الأكاديمية وعلى رأسها الأستاذ الدكتور محمود صقر المبادرة بتمويل مشروع لهذه الموسوعة. لكن الحقيقة يجب أن أقول إن the first comprehensive report described the flora of Egypt was performed by Viva Tocon سنة 74، والكتاب اللي هو المهم جدا students flora of Egypt، ودي السكند اديشن بتاعه اللي هو كانت 74، لان الفيرست اديشن كانت في لبنان. وده مثلا احد الصفحات فيها،
بنتكلم على الامبليفرا او الخيميه، بنتكلم على الاميب ناجس او الاميب ناجا، عباره عن ثلاث سطور او سطرين على كل نبات، الموقع والاستخدامات وموجود والوصف بسيط جدا، لكنه يعتبر كتاب رائد في هذا المجال. توالت المحاولات المثمرة من أساتذتنا في كثير من الجامعات وفي كثير من السنين، ودكتور لطفي بولس في من سنة 99 لحد سنة 2003 طلع أربع كتب موسوعية يمكن أن نقول أنها revised and updated لماجر في هذا المجال. على سبيل المثال الامي ماجس اللي كانت موجودة عند بروفيسور فيبي توكن في ثلاث سطور، الدكتور لطفي بولس أشبع لهمنا بمثلا اثنين ثلاثة باراجراف، لكنهم مهمين جدا، بيتكلم عن الموقع وبيتكلم على وصف النبات، بيتكلم على ان هو cultivated weed or not، بيتكلم على انا جاي برضو نفس الامي ماجس او الامي بالذات عشان تبقى المقارنه يعني قريبه، واتكلم على الموقع بتاعه، واتكلم على بعض التراديشنال يوزز لهذا النبات. غطت الفلورا اوف ايجيبت، غطت اربع اجزاء عظيمه، ورحمه الله عليه يعني ده كونتريبيوشن جيد جدا يعني محمود من خلال المشروع اللي هو تحدث عليه استاذنا الدكتور عبد الفتاح. مشروع الصون والاستخدام المستدام بدا في نشر جزئين من هذه الموسوعه طبعا في انذاك، وكانت كل جزء منهم بيغطي ست نباتات فقط، وكان انتقائي بمعنى انه يعني نباتات مش الفابيتيكال ولا استخداماتها، لا هي كانت نباتات منتقاة، ولأسباب توقف إصدار باقي الأجزاء، ودي كانت فرصة إن الأكاديمية أخذت عملت المبادرة في عمل الموسوعة سنة 2015. كان لي الشرف إن أنا أبقى ضمن الفريق وأقود هذا المشروع، مشروع الموسوعة، والحمد لله غطينا 435 سبيشيز في الإنسايكلوبيديا. التيم أوف وورك كان له إديتوريال بورد، هيئة تحرير للموسوعة، كانت من قمم التخصصات المختلفة، أستاذنا الدكتور عبد الفتاح رز من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أستاذتنا الدكتورة فايزة حمودة من المركز القومي للبحوث فايتوكيمستري، الدكتورة هنية الإتريبي البايوتكنولوجي في وزارة الزراعة، الدكتور كمال شلتوت من جامعة طنطا، أستاذنا الدكتور عبد العزيز فايد من جامعة أسيوط، الدكتورة نهلة سيد عبد العزيز من المركز القومي للبحوث، الدكتور محمود صقر بصفته عالم من علماء البايوتكنولوجي وفي المركز القومي للبحوث، الدكتور خالد شمس أحد علماء الفايتوكيمستري في المركز القومي للبحوث، والسيد الدكتور عمر، كل في تخصص كل التخصصات اللي كان بتغطي الموسوعة كان الإديتوريال بورد أيضا بيغطيها. الفريق البحثي للموسوعة أو للمشروع كان 26 عالم من علماء المركز القومي للبحوث، جامعة القاهرة، جامعة أسيوط، جامعة طنطا، جامعة قناة السويس، جامعة عين شمس، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة الإسكندرية، معهد الصحراء، وزارة الزراعة، وكان في الحقيقة دي إن إيه باركود تيم، ده كان من الهندسة من معهد الهندسة الوراثية والبيوتكنولوجيا بوزارة الزراعة، وكان بيقود الفريق ده الدكتور محمد عطية. الموسوعة هي عبارة عن 10 أجزاء زي ما حضراتكم هتشوفوا، كل النباتات اترتبت ألفابيتيكال، وكل نبات بيغطيه ما يسمى المونوغراف، وكان متوافق إلى حد ما مع المونوغراف بتاعة الIUCN أو الWHO، وجمعنا الحقيقة ما بين ده وما بين ده وما بين المونوغراف اللي كان أصداره برضو زي ما قلت في جزئين
رحمه الله عليه الدكتور جمال بدانوني، ووصلنا الى ان المونوجراف يغطي 13 ايتم عباره عن التسميه الحديثه والاسماء السابقه، وصف النبات، الوضع الصون او وضع الحفاظ ستاتس، وتوزيع النبات داخل مصر وخارج مصر، المكونات الكيميائية للنبات، الاستخدامات أو يعني الاستخدامات الفولك ميديسين أو استخدامات التراديشنال للنبات، الاكتيفيتي البيولوجيكال اكتيفيتي التي تؤكد أو تنفي ما يقال عن هذا النبات في الطب الشعبي، البيولوجيكال اكتيفيتي بتاعة النبات حديثا اللي هو منشور حديثا، دكتور سيد دكتور اي فندم حضرتك سامعني؟ هي السلايد ثابته بقى لها يجي 5 دقائق كده كده سامع كده هي بتتحركش بقى لها اكتر من 5 دقائق السلايد ثابته. طب انا عندي بتتحرك دلوقتي. لا ما فيش حاجه، احنا الاول انسيتو واكس سيتو ما فيش اي حاجه اتغيرت. لا طيب اعيد شير ولا ايه؟ لان انا عندي بتتحرك على الكمبيوتر بتتحرك. طب معلش حضرتك نعمل شير من جديد معلش، لان هو دلوقتي كله حتى انا قلت جايز عندنا مشكله، لقيت كل الناس على الشات كاتبه كده، 5 6 من الدكاتره الموجودين قايلين ان الحاجه ثابته، انا قلت في الاول جايز عندي طيب. بس واضح ان عند الكل كده جديده. لا حضرتك اعمل يعني ستوب شير وابتدي من اول استاذ حضرتك. ماشي بس انا عملت ستوب شير، عملت شير تاني. طب تمام ظهرت من جديد، اتفضل حط السلايد عليها الدور بعد اذنك. بس عاوز اعمل ماكسمايزنج اهو. ماكسمايز بس يا دكتور. احنا بقى لنا اكتر من 5 دقائق السلايد ثابت. ماكسمايز بس. كده تمام. عايز دكاتره قدامنا حضرتك منور. هو ايوه كده يا فندم. اساتذتنا كلهم موجودين اهو. ايوه يا فندم شكرا. طيب احب اكمل ولا ابدا من خلاص؟ لا انا حضرتك يعني من لو نبتدي طيب. اول دي اللي فيها الصور يبقى جميل جدا. طيب زي ما قلت لحضراتكم ده الصوره بتوضح اعضاء الايديتوريال بورد، دكتور عبد الفتاح رزق، الدكتوره فايزه حموده، السيده فتوح، الدكتور نيل الاسيب، الدكتور كمال شلتوت، الدكتور عبد العزيز فايد، الدكتوره نهل عبد العظيم، الدكتور محمود صار، الدكتور خالد شمس. دي كانت آخر حاجة كنت بتكلم عليها، إن الموسوعة هي عبارة عن 10 أجزاء، كل جزء بيغطي مجموعة نباتات تتراوح من 40 إلى 50، أو في الأول خالص كانت 30 جزء، لكن خلينا نقول إن كل المونوجرافز تبدأ بالتسمية الحديث، الاسم المتعارف عليه حديثاً أو أخيراً للنبات، والأسماء التي استخدمت قبل ذلك، الأسماء العربي، الأسماء الإنجليزي لو موجودة، الفرنسي، التركي، وهكذا. وبعد كده وصف النبات، وبعدين أماكن تواجد النبات، توزيعه داخل في مصر وخارج مصر، وضع النبات من حيث الصون، يا إما رير، يا إما إنديجرد، يا إما كومن، وهكذا. و زي ما بنقول name description distribution habitat conservation status parts used the chemical constituent the folk medicine the heritage resources biological and pharmacological activities authentication. ودي مهمة جدا، ودخلنا جوه الاوثنتيكيشن الدي ان اي باركودنج، والدي ان اي باركودنج الحقيقه احدث من البصمه الوصيه، لانه هو بيتكلم على جينات وبيتكلم على الدي ان اي بتاع النبات. الفارماسيوتيكال بريبريشنز لو موجوده لكل نبات، بنقول الادويه المستخرجه او المتاحه في الصيدليات او في على الشيلفز لهذه النباتات، الكالتيفيشن طريقه الزراعه او البروباجيشن، سيجنيفيكانت اند جنرال ريفرنسز المراجع التي استخدمت في المونوجراف، الفوتوز بتاعه النبات ان امكن، وبريف عربي سمري، وده لا يتجاوز الصفحة بنتكلم فيها عن كل هذه النبات العوام. في الموسوعة الجزء الأول والثاني بصورة كاملة للعشرة أجزاء بفضل الله، وممكن ده الجزء العاشر وده الجزء التاسع.
وكنا بناخد على حد على قد ما نقدر الصور المعبرة عن أحد النباتات، واخترنا الصور اللي هي ليها أهمية زي دي عندي مثلا في الجزء التاسع البروم لابوفاني، ده اللي هو خص الجبل، وهو زي ما قلت أحد النباتات التي تنمو في أحد في الكهوف، وده السيلفا ماريانم اللي قيمته في صناعة الدواء وفي علاج الأمراض زي ما احنا شايفين كده. على يعني احنا قارنا ما بين في الأميناجس، احنا في الاجتهادات الناجحة السابقة كان بيتكلم بريفلي على هذا النبات، النهاردة احنا بنتكلم في الأميناجس فيما يقرب عن 6 أو 8 صفحات، منهم ادي الدي ان اي باركودنج بتاع النبات ومعمول على 2 جينز كمان، وده الملخص العربي بتاع نبات الخل البري. بيبين ايه؟ بيبين ان الدوكيومنتيشن اوف بيولوجيكال ريسورسز از فيردر نيسيسري ان اوردر تو سيف جارد اور انترست as per the provision of trade-related intellectual property rights. هذه documentation مطلوبة في اتفاقيات التجارة، مطلوبة في النقل البروتوكول، مطلوبة من اليوبوف، اتفاقية اليوبوف، كل هذه الاتفاقيات بتبقى مهم قوي ان نعمل documentation النباتات اللي هي محل التجارة أو محل التبادل العلمي. أن حتى النهاردة التبادل العلمي وحضراتكم كلكم في مراكز بحثية أو في جامعات عشان تتبادل أي نوع من أنواع العينات النباتية لابد أن تجيب شهادة من جهاز شؤون البيع بأن النبات ده متسجل والنبات ده يخضع للوقوف اللي هي اتفاقية الوقوف وهكذا. طيب the encyclopedia will have read for impact on هذه الموسوعة، أنا في رأيي أو في رأي كان تصورهم أنها تعمل أنها حيبقى لها positive impact مهم جدا من حيث الconservation activities، لأن بنقول في هذا على النبات ان النبات ده معرض للخطر رير او اندينجر او اكستريملي اندينجر، لا يعني لابد ان يحصل فيه سرعه في عمليات الصون لهذا النبات، ولابد ان تتعاون كل المؤسسات وكل الستيك هولدرز اللي يهمهم امر هذه النباتات. البروتكشن اوف انتلكتشوال بروبرتي رايتس زي ما قلنا ان طالما وثقنا هذه النباتات، وثقنا المعارف التراثيه على هذه النباتات، فمن باب فهيبقى سهل جدا ان لو استخدم هذا النبات في صناعه او في بايوتكنولوجي ادت الى مصادر جديده لادويه جديده، بقى هناك حقوق لاصحاب هذا النبات وللوكال كوميونيتي انها تاخد جزء من الريورد او من البينيفيتس اللي بتنتج عن هذه الادويه اللي ناتجه من هذه النباتات. الاوثنتيكيشن والايدنتيفيكيشن بتاع الميديسينال بلانت عشان ما يحصلش فيه اي نوع من انواع الغش والتضليل والادلتريشن للنباتات، لما بالاضافه للكلاسيكال ميثودز اللي بيتم التعرف فيها على الادلتريشن، بقى في الدي ان اي باركودنج. الدي ان اي باركودنج بتاع الخله موجود اوريدي، لما هيجي لو اخذ نبات او ماتيريال مخلوطه هيطلع فيها بيكتشرز اخرى او جينات اخرى غير الصوره اللي هي معروفه على الدي ان اي باركودنج بتاع النبات ده، ومن ثم يبقى معروف ان هذه ان في حصل غش او حصل في ادلتريشن لهذه الماتيريال. هتزود البحاث وصغار الباحثين بلسته من النباتات اللي هيبص يلاقي ما عليهاش ليتريتشر كتير، ما عليهاش شغل حديث، فبالتالي دي بتدي له الفرصه ان هو يقترح مشاريع
أو يقترح رسائل دكتوراه أو رسائل ماجستير للعمل وتكملة المشوار على هذه النباتات. يعني إحنا بنقول لبعض الطلبة يا جماعة في نباتات هيت محدش اشتغل فيها كتير أو اشتغل فيها قليل لكن مطلوب شغل عليه من نواحي كذا وكذا وكذا. ده كل ما يخص الموسوعة، وأنا الحقيقة بتقدم بجزيل الشكر للفريق البحثي والإديتوريال بورد وأكاديمية البحث العلمي والدكتور محمود صقر، وبتقدم بخالص الشكر للمركز القومي للبحوث كجهة implementation لهذا المشروع أو جهة تنفيذ لهذا المشروع. بتقدم بالشكر للWWA لأنهم وكثير من الزملاء كانوا معاونين لنا وكانوا أيضا أعضاء في الفريق البحثي. يعني الدكتور بيالي، وقد يكون نسيت أن أنا أقول من الفريق البحثي كان من الدبل اي دبل اي دبل اي دبل اي ايضا اللي هو جاي شؤون البيئه. وبالاضافه لكده انا يعني كان من المهم قوي ان انا اقول ان احنا اصدرنا او عملنا ايديتنج وببلشنج لخمس تقارير. كان انشئه المشروع عملتهم لكنهم لم يروا النور. احنا عملنا من خلال المشروع، عملنا ايديتنج ليهم وعملنا ببلشنج بجانب العشر أجزاء من الموسوعة. هناك خمس تقارير تم إصدارها من خلال المشروع بتتكلم على كل منطقة جغرافية من المناطق الستة اللي أنا قلت عليهم ما عدا جنوب سيناء، لأن جنوب سيناء كان طلع لها أوريدي التقرير بتاع المجموعة اللي هي عملت حصر وأبديت للحصر في سنة 2006. فتخيلوا حضراتكم 2006 لم ترى النور هذه التقارير إلا في 2015. ففي النهاية أنا بتقدم بجزيل الشكر لكل من عاون وكل من ساعدنا في هذه الموضوع، وبحمد ربنا سبحانه وتعالى. ومن خلال منتدى هذا المنتدى المحترم أنا بتقدم بمقترح للدراسة. قد يرى قد ترون حضراتكم أنه هو مثير، أو قد ترون أنه محتاج تعديل، أو قد ترون أنه مش وقته، لكن خلينا أقول هذا المقترح. من خلال هذا المنتدى المتخصص أقترح أن يتم دراسة إمكانية عمل موسوعة جامعة للنباتات الطبية البرية في العالم العربي. هناك كثير من النباتات موجودة في بعض الدول العربية، هي موجودة في دول أخرى، فعندنا ولكن هناك نباتات في كل إقليم أو في كل بلد عربي ما هيش موجودة. فمحنا المقترح ده بنتكلم على أن يتم عمل موسوعة جامعة للنباتات الطبية البرية في العالم العربي. يمكن أن تتبنى هذا المقترح بعض دراسته جامعة الدول العربية مثلا بالتعاون مع مؤسسات اقتصادية قادرة على تمويل هذا المشروع الموسوعي، أو قد ترون حضراتكم أو مقترحات أن تتولاه أي جهة أخرى. يعني خلونا نفكر ويبقى في برين ستورم لهذا الموضوع. يبدأ بحصر النباتات الطبية مكتبية من خلال الحصر الحديث للنباتات الطبية البرية في موائلها الطبيعية في كل بلد عربي. كل بلد عربي عنده الحصر بتاعه وقد يحدث هذا الحصر على الطبيعة، ويبقى دور اللي هو لو جاز التعبير إن مجلس لهذه الموسوعة يحد يعني يحصر النباتات الطبية مكتبيا، بمعنى إن الحاجات المشتركة بين مصر والأردن وفلسطين والسعودية لأنها مناطق لحد ما متشابهة، هنطلع بدل في مصر 2140 ممكن نطلع في الثلاث بلاد مثلا ب 5000 مثلا. يعني أنا بضرب أمثلة ليبيا ومصر والسودان برضو ممكن يطلع فيهم، وهكذا. تجميع كل ذلك والاتفاق على القائمة النهائية للنباتات التي ستغطي الموسوعة، لأنه بالطبع سيكون هناك تكرار للنباتات في البلدان المختلفة، ومن ثم تشكيل مجلس تحرير للاتفاق على القائمة النهائية وتحرير الموسوعة، وتأخذ البروسيسنج بتاعها طريقها، وقد تأخذ طريقها إلى النور بعد 10 سنين، بعد 5 سنين، بعد 15 سنة، الله أعلم. وعلى الله قصد السبيل، والحمد لله رب العالمين، وأشكر حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكرك جدا دكتور سعيد على هذه المحاضرة القيمة والجامعة والشاملة، وبرحب بكل الحضور مرة أخرى،
وبنفتح المجال للتساؤلات والاقتراحات. تسمح وطبعا لي أبدأ الأسئلة يا دكتور بدر؟ كان حضرتك يا دكتور للمقترح الأخير، وهو مقترح جدير بالاعتبار. يمكن حضرتك برضو أشرت في بداية الحديث عن الفلورا المصرية حوالي 2146 نبات، ودي أغلبها طبعا هي النباتات البرية في المناطق الجغرافية التي أشرت إليها، لكن احنا عندنا فلورا كمان مصاحبة للمحاصيل، وعندنا فلورا الحشائش، وعندنا فلورا الشوارع، وعندنا فلورا الأماكن المهجورة. وبعض الزملاء دلوقتي، يمكن الدكتور نبيل الحديدي والدكتور لطفي بولس كان عامل كتاب عن الستريت فلورا اوف ايجيبت. عندنا بعض الزملاء دلوقتي بدأوا يهتموا بالفلورا داخل الأماكن المزروعة في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى الحدائق النباتية، وإحنا طبعا عندنا حدائق نباتية تاريخية كبيرة. فهذه الثروة من الجينيتك ريسورسز، أو الثروة تعتبر ثروة قومية تضاف إلى النباتات البرية المصرية التي تحدثنا اليوم عن المشروع النباتات موسوعة النباتات الطبية. وكما تعلم وربما يعلم آخرون، أن أكاديمية البحث العلمي مشكورة، وطبعا لابد أن أشير بالتقدم بالشكر الجزيل للدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية وأستاذ نبات على اهتمامه بحصر الموارد الطبيعية وخصوصا النباتية وغيرها كموسوعة من الأكاديمية. بهذه الإضافة البسيطة أترك المجال للأسئلة، وأهلا بكم. دكتورة رفاق اتفضلي. هنا شكرا لحضرتك يا دكتور اشرف، شكرا يا دكتور بدر، شكرا يا دكتور سامي، شكرا لحضرتك جدا جدا دكتور سيد على هذه الرحله الممتعه وعلى الانجاز، وربنا يكمل على خير وتكمل هذه الموسوعه ويكمل ال 2000 وشويه نبات بمجهودكم الرائع ومجهود الساده الزملاء. بعد الثناء الشديد على حضرتك وعلى المحاضره وعلى المقترح كمان اللي حضرتك اقترحته، وبأثني على هذا راي الدكتور بدر فعلا انه ده مقترح محترم باذن الله، يمكن نفكر ازاي نفعله. لكن السؤال المهم اللي انا عايز اساله، او هو مقترح يا دكتور، حضراتكم في هذه الموسوعه يا ترى هل هنقدر نعمل لها جوين بشكل او باخر مع الفارماكوبيا؟ لانه هتقول لي ليه حضرتك، لانه القليل من النباتات هي المسجله في الفارماكوبيا المصريه، والكثير منها عباره عن نباتات معروفه اللي هي او بتؤكل بالعاده او طبيه بالعاده، وقد يكون مش يعني مش كتير خالص. لكن هذه الموسوعه الابديتد اللي فيها كل الاستخدامات وفيها كل الفايتوكيمستري بتاعت النبات اب تو ديت، يعني هل يا ترى هل الاكاديميه تقدر تاخد قرار بانها تضم الانسايكلوبيديا اوف وايلد ايجيبشن بلانتس الى كمرجع اضافي يرجع اليه في الفارماكوبيا؟ وحضرتك هتقول لي ليه، لانه البروبرتي رايتس بتاعه الاستخدامات بتاعه النباتات الطبيه يرجع لها عند بتوع علم الادويه بالاساس للفارماكوبيات. فهل يا ترى ايه راي حضرتك في مثل هذا المقترح، او نفعل هذا ازاي؟ وانا خلصت كلامي، ارجو ان يعني ينفعنا بعلمك باذن الله يا فندم، اتفضل. ربنا يخليك يا فندم، وانا شاكر افضل حضرتك والدكتور عبد الفتاح بدر على هذا الثناء اللي يعني انا الحقيقه يعني لا نستحق، لان احنا كلنا لا حضرتك تستحق والله. والله ربنا يبارك فيك يا فندم. مع الاشاره الى مجهود زملائك، وحضرتك اشرت الى هذا، فلابد ان نقدر جهودهم برضه. والله ربنا يبارك فيك يا فندم. الحقيقه دكتوره وفاء، حضرتك اثرت نقطه، يمكن شكرا جزيلا لانك اديتيني الفرصه ان اتكلم فيها، كان من الواجب ان اذكرها ايضا. هناك لجنه الاعشاب الطبيه في وزاره الصحه، ومنها الزميله الفاضله الدكتوره نهله عبد العظيم استاذه في المركز القومي للبحوث، وهي في الاديتوريال بورد بتاع الموسوعه. شكلت هذه اللجنه واشتغلت واخذت الانسايكلوبيديا كمرجع اساسي لمونوغرافات بيصدرها هذه المؤسسة أو هذه اللجنة المحترمة، وهي مختصة باللي هو الريميديز بالنباتات
بالأعشاب الطبية، يعني حتى اسمها العلاج بالأعشاب الطبية. العلاج بالأعشاب الطبية أو لجنة التداوي الأعشاب بالأعشاب. الطبية بوزارة الصحة أخذت الحقيقة الموسوعة هي المرجع الرئيسي ليه. وأيضا في لجنة اسمها في الاتحاد الإفريقي للمواصفات القياسية برضو هم بصدد أنهم برضو يعملوا شيء مشابه للجنة الأعشاب الطبيعية بوزارة الصحة. وفي هذه الحالة إن شاء الله برضو هيكون في اتصال ما أو هيكون في ريكومنديشن أنهم ياخدوا الموسوعة أيضا بإذن الله كمرجع أساسي. ويعني برضو الأكاديمية مشكورة إن شاء الله هتوفر موقع على الموقع الأكاديمية وموقع المركز القومي للبحوث عشان نحط هذه الموسوعة ديجيتال بتبقى أفيلابل للعامة وأفيلابل للعلماء من الخارج أيضا، لأن برضو مهم أوي إن إحنا الخارج يعرفوا إن إحنا عندنا مثل هذه الموسوعة مش بس هارد كوبي لا وديجيتال أيضا، لأن العالم بيتطور إلى العالم الرقمي. فإن شاء الله رب العالمين تكون برضو متاحة على الإنترنت من خلال موقع الأكاديمية ومن خلال موقع المركز القومي بإذن الله. شكرا لساعتك يا دكتور. شكرا. شكرا. طيب أقدر أفتح الصوت يا جماعة عشان لو حب حد يسأل، لأننا دلوقتي قافلين الصوت، فنخلي بالنا لو حد جنبه حد. الدكتور خزعل. طيب دكتور خزعل افتح من عند حضرتك يا دكتور. خزعل جبوري من العراق. طبعا انا فتحت حضرتك المايك دكتور خزعل، اتفضل. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم حضرتك. الامتنان الى استاذنا الكبير الدكتور السيد ابو فتوح على هذه المحاضره القيمه وعلى هذه المعلومات الكبيره التي قدمها الينا، مشكورا بهذا الانجاز الرائع وهذا التفصيل الممتع. والشكر موصول إلى اللجنة المنظمة على جهودهم الجبارة في اختيار مواضيع مهمة جداً ذات فائدة للنباتيون العرب. والحقيقة أن موضوع النباتات الطبية موضوع مهم جداً لعامة المجتمعات العربية والوطن العربي زاخر بأن النباتات الطبية. وإحنا عندنا في العراق على مستوى العراق هناك إصدار خاص بالنباتات الطبية مع الفلورا العراقية تضمن حوالي 381 نبات طبي، وهذه نباتات يعني مجربة من الناحية الاستخدامات الطبية. وهناك تفصيلات من هذا الكتاب اللي تتضمن الاسم العلمي والاسم المحلي والأسماء المحلية المنتشرة بالوطن العربي، وكذلك يتضمن التوزيع الجغرافي لهذه النباتات، وأيضا يتضمن المكونات الكيميائية والمواد الفعالة، وأيضا الاستخدامات التقليدية والاستخدامات العلمية للنباتات الطبية. فأنا أضم صوتي مع الأستاذ الدكتور حول إعداد موسوعة خاصة بالنباتات الطبية بالوطن العربي لتكون دليل يعتمد عليه الباحثين العرب، وفي نفس الوقت تكون أساس للدراسات العلمية فيما يخص الاستخدامات الطبية والمكونات الفعالة لهذه النباتات مستقبلا. وأعتقد العراق زاخر جدا بالنباتات الطبية لما يتمتع من بيئة خاصة، وخصوصا البيئة العراقية يعني ذات تأثيرات كبيرة على المكونات الفعالة ضمن المواد النباتات الطبية. والحقيقه احنا يعني بعض دراساتنا تعتمد على استخدام بعض النباتات في اعتبارها كانتي بكتيريال او انتي فانجاي او انتي تيومر، والدراسات التي اجريت كانت ذات نتائج ايجابيه وذات نتائج مهمه جدا على المستوى الصيدلاني والمستوى الدوائي. اشكركم جدا واتمنى التوفيق، وشكرا مره اخرى للاستاذ دكتور سيد على هذه المحاضره القيمه، وشكرا جزيلا. دكتور خزعل، عفوا المداخله يا دكتور اشرف. دكتور خزعل، عايزه بس اقول لسيادتك انك اسمك كان بيتردد في مجلس القسم النهارده، ومجلس القسم كان بيقبل الهديه اللي حضرتك ارسلتها من كتب الفلورا في العراق، وكان مجلس القسم بيشكر حضرتك على الملأ وفي محضر مجلس القسم، فاسم سيادتك كان منور المجلس النهارده يا باشا. بس كده، شكرا جزيلا. وانا يعني شاكون على الاستعداد التام تقديم كل ما يمكن تقديمه. انا كنت حاضر يعني الحبيب الى جميع بلداننا العربيه والاكاديميين العرب. وساكون سعيد جدا بتقديم ما استطيع تقديمه، وان شاء الله التوفيق للجميع. ربنا يديم التواصل والمحبه يا رب. دكتوره منال عندها سؤال، بس قبل في سؤال سريع كده من دكتور بدر الصباح بيسال حضرتك من بدري اسم النبات الذي يصاب بفراشه وحيده ومكانه. ده سؤال موجه للدكتور السيد. اسمه ثايمس ديكساتس يا دكتور. ثايمس نوع من انواع الزعتر يعني. ثايمس
الزعتران بيسموه في ال في ال سانت كاترين الزعتران. كويس. سؤال تاني من الأستاذ الدكتور عبد الناصر الجفري بيسأل حضرتك. أنا بسميه الزعتر، إحنا الزعتر البرد. نعم. بيسأل حضرتك الدكتور عبد الناصر الجفري، يسأل حضرتك كيف يمكن حصول على نسخة من الموسوعة؟ تحت أمر دكتور يجيلنا المركز يشرف يبعت حد. لا أعتقد إن هو مش يمكن يكون من الاسم لعله الجفري، يمكن يكون من السعودية أو حاجة. ليس غالبا هو مش كاتب وممكن يرفع إيده ويتكلم يعني. أعتقد إن هو من السعودية، اسم الجفري ده سعودي أكتر يعني. أيوة الجفري. يا فندم يا فندم أي حد يجي من طرفه، كثيرين بيجوا من السعودية ومن القاهرة يروحوا، فتحت أمره ويعني تليفوني ونقدر نتواصل نبعت له النسخة ازاي. أهلا وسهلا. دكتور طارق أبيل بيسأل حضرتك، بيقول للنشر الموسوعة فقط لا يكفي للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، ولكن يجب تسجيل هذه النباتات، عايز يعمل دوكومنتيشن يعني. ما هي ده الدوكومنتيشن، لكن النباتات هي حتى بالمعروف انها في القانون انها النبات لا يحمى، ولكن يحمى استخداماته فقط. اذا كان هناك استخدامات جديدة للنبات تسجل ويبقى بيها براءة اختراع، اما النبات فلا يحمى. لكن هذا التسجيل من حتى بالجي بي اس بتاعه موجود والدي ان ايه، فده اعتقد انه حفظ كامل للحقوق للنبات. نعم. هذا ما تعلمناه من اخر زيت. الله. بيسال حد هل الموسوعه موجوده اونلاين حضرتك ولا لسه ما طلعتش اونلاين؟ كانت موجود الموقع بتاعها، لكن انا قلت ان شاء الله الاكاديميه هتدينا مكان من خلال موقعها ومن خلال موقع المركز ان شاء الله هتكون متاحه العشر اجزاء بي دي اف باذن الله. طيب معلش اطرح خطا مني، انا قلت الدكتور بدر، اطرح انها دكتوره اخت العزيزه من اسمها الدكتوره بدر الصباح، فبنعتذر، انا ما اعرفش اسم بدر عندنا يعني يجوز بدر تذكيره. الصباح بس اسمها أيوة بدر الصباح. هي فعلا اسمها كده فعلا، انا قلت بدر اعتقدت انه دكتور، فهي بس كاتبه ان انا اختكم. اهلا وسهلا بحضرتك يعني. دكتوره منال عطلنا حضرتك، اتفضلي يا فندم. لا بالعكس يا دكتور، انا اولا سعيده بسماع المشاركه، وببدا بشكري طبعا للدكتور سيد والفريق البحثي وكالعاده اللجنه المنظمه للمحاضرات القيمه. انا الحقيقه خطر في بالي لما سعادتك اتكلمت على ان في مشاركين في الفريق البحثي من وزاره البيئه EEA، وكنا بنتكلم على ان احنا دايما بنشوف لما بنتعامل حتى مع البدو والناس دول بيقولوا ان في جماعه المان او اوروبيين بينزلوا ياخدوا كيلوات مثلا من شوك الجمل او من النباتات اللي حضرتك طبعا عارفها وبعض النباتات اللي ذكرت. ما فيش اي ريستريكشنز على انهم بيطلعوا بيها، ما حدش حاسس بكده. انا بتهيالي ان المفروض جه الوقت ان يبقى في تشريعات تتحط للمواني بتاعتنا والمطارات لحظر طلوع النباتات اللي ثبت ان هي فعلا تبقى بارت من ادويه او ان هي يكون لها فوائد طبيه بوتنشلز عالي زي ما حضرتك قلته. فبتصور ان بالتعاون مع جهاز شؤون البيئه ممكن ان هو يطلع حاجه ريكومنديشنز دي ترتفع لمستوى ان هي تبقى ليست باسامي نباتات يحذر ويحذر عمليه الاتجار فيها او تداولها عبر المنافذ البريه والجويه عندنا. يعني احنا مصر طبعا موقعه على اتفاقيه اللي هي السايتس اللي هي الكونفنشن انترناشونال تريد، بس دي ان اندنجرد سبيشيز. بس انا دلوقتي شايفه ان دي ثروه من ثروات مصر يعني لا تقل اهميه عن الاثار او غيره، فاحنا محتاجين مع الدوله والهيئات المعنيه. لان انا الحقيقه غرت جدا لما سمعت ان العمليه دي بتتم كل سنه، المان بالذات بيجوا بيلموا كيلوات من شوك الجمل وعلموا البدو ينشفوه في الظل ازاي وياخدوه مطحون ويسافروا بيه، واكيد طبعا هم مش هياخدوه كده يعني بياخدوه اكيد لاغراض طبيه كتيره، هو ليه طبعا فوائد طبيه عديده. ده اللي انا عرفته عن شوك الجمل، لكن غيره اكيد من نباتات بتتم في صحرائنا المتسعه بيجوا الناس سواح يلموا. فاذا كان دي تبقى من ضمن الريكومنديشنز يبقى احنا نطمن على ثروات بلدنا، يبقى شيء جميل. شكرا. جميل. الدكتور الجفري طلع دكتور من اليمن، اهلا وسهلا باهل اليمن الكرام بحضرتك. هو الدكتور من كون حضرتك سمعت، هو الدكتور السيد مفتوح قال لنا ان اي حد من عند حضرتك يشرف مصر هو مستعد يديله نسخه يعني. ده اللي انا يعني ايه
اهلا وسهلا بيكم، يعني نفرح بحضراتكم. تمام. دكتوره وفاء رفع ايديها مش معقول. دكتور ابراهيم الجمل اتفضل يا فندم. دكتور ابراهيم الجمل المايك مفتوح يا فندم. انا الحقيقه ما سمعتش رد الدكتور. احنا يا فندم رد اعلق على الدكتوره منال. اتفضل يا فندم. الحقيقه دكتوره قد يكون ده موجود من مده، لكن الحقيقه وللامانه ان حتى لو طالب مصري بيتعاون من خلال مشروع او من خلال هيدرس دكتوراه او بوست دكتوراه هياخد عينات نباتيه من مصر، لابد ان ياخذ موافقه من جهاز شؤون البيئه. دي 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 تريد مارك يعني، لان اليوبوف او الاتفاقيات الجديده بتاعت اليوبوف اللي اتفعلت وبقت ساريه عندنا في مصر بعد ما طلع قانون بيها من مجلس الوزراء بتؤكد يعني بتؤكد بشده على هذا الامر. وحتى عاوز اقول لحضرتك اكتر من كده، الاساتذه في المانيا او في استراليا او في اليابان بيشترطوا انه يجيب الطالب ما يثبت ان هو خد موافقه على خروج هذا النبات. اما الحاجات الليجل فتظل الليجل وتظل انها زي تهريب اي حاجه. وانا اذكر ان من حوالي بتاع 5 سنين في استاذه من رومانيا اسف من بولندا كانت عاوزه بعض البذور البرومولا بوفاني، ولان طبعا البرومولا اللي هو اللي هي موجوده في اوروبا وبيطلع منها تفاصيل كثيره جدا، يعني هو توفيق من ربنا ان انا فطنت ان ممكن تكون لها نوع من انواع انهم عاوزين يستخدموها في نقل جينات واتيفر يعني. فانا اعتذرت ان ما اقدرش اطلع الا بموافقه، والموافقه ديت صعب جدا ان احنا ناخدها اثناء وجودها، وانتهى الموضوع على كده. فعاوز اقول لحضرتك ان لما يطلع فيه خروج ليجل لاي نبات لابد ان ياخد موافقه من الجهاز شؤون البيئه. اما الحاجات الليجل فقد تحدث، وانا يعني لكن عاوز اقول ان النظام الرسمي بيحتم ان الموافقات تتم. لو حصل حاجه غير قانونيه فديت حاجه مرفوضه طبعا، وحاجه يعني بضم الصوت لصوت حضرتك. بل الاكثر من كده دكتوره، ان الشعب المرجانيه والكائنات البحريه اللي هي اصبحت النهارده والسبونج والكائنات التي تعيش على هذه الكائنات اللي هو مايكرو اورجانيزم وخلافه، دي كلها اصبحت مصادر دوائيه مهمه جدا جدا جدا. فدعينا برضو نوجه النظر الى هذه الناتشرال ريسورسز ايضا، لان يعني هي مصدر المستقبل في الادويه وخاصه في امراض الاورام باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور. الله يحفظك. دكتور ابراهيم الجمل اتفضل يا فندم. السلام عليكم. السلام. هو بس حضراتكم طبعا الف شكر لاستاذنا الدكتور سيد وطبعا اللجنه المنظمه بلا استثناء. هو بس في بعد اذن حضراتكم تعقيب بسيط على استاذنا اللي كان بيسال على النبات اللي بيتصاب بالفراشه. هو حضرتك ده مش اصابه بالفراشه، الفراشه ده حضرتك لا مش برزات يا فندم، الفراشه ده حضرتك يعني ده اصغر تعيش. فراشه تعايش معاها، ده اصغر فراشه في العالم تعيش. ودي فراشه متوطنه، ونبات الصيمس هو العائل الوحيد لهذه الفراشه. فزي استاذنا الدكتور سيد ما قال، لو حصل اي ضرر للصيمس بيحصل بالتاكيد هتختفي الفراشه، وده احنا حضرتك لاحظناه في السنوات الاخيره في محميه كاترين. ما تأثير التغيرات المناخية على نبات الصيمس أدى لنقص شديد جدا في أعداد هذه الفراشة. هو بس كان توضيح أنها مش إصابة، إنما هي مجرد تعايش، والصيمس هو العائل الوحيد لهذه الفراشة. شكرا لكم. أنا فرصة أن أنا أشكر محمية سانت كاترين لأن بحمل لها ذكريات جيدة جدا، وشكرا دكتور إبراهيم على تعاونكم المثمر وعلى على على مجهوداتكم المشكورة والمثمرة في هذا المجال. بجد بجد أنتم أبطال، ربنا يسعدكم. ودي فرصة أن أنا أشكركم، ويعني شرف لي أن أنا تعاونت معاكم وأن أنا ما زلت بتعاون معاكم. لا ده شرف لنا دكتور، نحن نتعامل مع قامة علمية زي حضرتك دكتور. شكرا. طيب في أي حد عنده سؤال يتفضل. أنا فاتح الصوت على فكرة.
أي حد يقدر يفتح الصوت من عنده؟ أي حد يقدر يفتح الصوت من عنده ويتكلم مباشرة؟ حد بيقول اتفضل. احنا ممكن نسأل الدكتور عن سعر الموسوعة حتى نكلف الدكتور خزعل. بدون سعر يا دكتور يا فريد. خزعل سعر يا فندم. اي حد جاي من العراق يا دكتور يعني يتواصل مع الدكتور سيد او معانا واحنا نوصله للدكتور سيد. بارك الله فيك ان شاء الله. بعدين هنا في مصر لو بفلوس يا دكتور خزعل احنا نجيب على حد حضرتك في العراق. طب اعمل له اشتراك في الله يسلمك. ممنون جدا بارك الله فيكم ان شاء الله في ميزان حسناتكم. الله يبارك فيك ربنا يحفظك. بعد اذنك. السلام عليكم. احنا عليكم السلام دكتور سيد. معلش علياء. دكتور علياء ايوه من العراق. اهلا دكتور علياء اهلا وسهلا اتفضلي فندم. طبعا احب اشكر السيد الاستاذ الدكتور السيد ابو فتوح القائم عندنا واخص بالذكر المشرف العزيز القامه العلميه الكبيره الدكتور عبد الفتاح البدر والدكتور عطاء والدكتور سامي والدكتور اشرف الله يوفقكم ويحفظكم محاضره جدا قيمه ان شاء الله. يعني انا حابه يكون تعاون يعني هاي الموسوعه ان شاء الله اوصلها جامعتي بس ما أعرف يعني البروتوكول أو السيستم اللي يكون تعاون بين جامعتين لأن هاي يعني يعتبر إنجاز عظيم وفخر أتفاخر به لأن يعتبر يعني دكتور عبد الفتاح على اطلاع تام يعني في مرحلة الماجستير في جامعة حلوان فأنا إن شاء الله أقدر بمساعدة وزارة التعليم العالي وعمادة كلية الزراعة زين يعني التعاون يصير على الموسوعة شلون نقدر نوصلها للعراق مثلا يعني مخاطبات أو البروتوكول اللي أنتم إذا أحب أسألهم أحب أسأل الدكتور السيد. يا فندم أهلا وسهلا. مجرد جواب بسيط للمركز القومي للبحوث أو للأكاديمية البحث العلمي والنسخة إن شاء الله تبقى متاحة العشر أجزاء وحضرتك لو في أي حد أو حتى من خلال مكتب ثقافي يتواصل معنا يوصلها لكم أهلا وسهلا. الله يخليكم الله يحفظكم ومشكورين ويا رب العالمين مزيد من التقدم والازدهار. أهلا بك علي. ربنا يخليك ربنا يخليك. في أي سؤال تاني يا جماعة؟ دكتورة سوسن العوران مش ممكن نسمع تعدي المحاضره كده واسمع حضرتك كده. والله انا قلت انا منتظر من الصبح دكتوره سوسن. مساء الخير كيف الاحوال؟ والله طيبين ربنا يحفظك. الله يخليكم. انا بشكر الدكتور السيد على هذا الانجاز هذا الانتاج الكبير اللي عامله هو وفريقه مشكورين جدا. هو ثروه للجميع يعني لمصر ولجميع الدول العربيه والانسانيه كلها. بس انا عندي استفسار يمكن ما لحقت لأنه صار تشويش عندي في مرحلة لما قال محتويات الموسوعة أو الكتاب شملت دراسة البار كودينج فور إيفري سبيشيز يعني كل نوع من الأنواع الليستد في الإنتاج أو في الإنسايكلوبيديا كان في ريكوردز يعني للدي إن إيه فور إيتش سبيشيز أوف ذا ميديسينال بلانتس إن إيجيبت. هذا استفساري لأني ما لحقت أخذ المعلومة هاي ب بشكل دقيق وصحيح وشكرا لك دكتور سيد. اهلا بك يا فندم. تو بي اونست عشان الموسوعه هتبقى في ايدين حضراتكم او اوريدي في ايدين الاعزاء من مصر. النبات لما كنا اللي بنقدر يعني لان كان في رحلات بتتم اثناء الموسوعه عشان ناخد صور حديثه ونتاكد من وجود النبات ده في المنطقه دي وناخد جزء ايضا للباركودينج. بعض النباتات ما لم يتوصل لها الفريق البحثي فديت ما مش هنلاقي الدي ان اي باركودينج بتاعها في المونوجراف. لكن من لو قلنا من 435 قد نصل الى 300 نبات معمل لهم دي ان اي باركودينج في النبات. جريت ممتاز يعطيكم العافيه. اهلا بك دكتوره ايمان خلف اتفضلي. أيوة السلام عليكم. انا معلش كنت عايزه استفسر انتوا اتكلمت في النقطه دي لو عايزه اخد يعني اشير الموسوعه دي اجيبها من فين بالظبط بقى في المركز القومي للبحوث او اكاديميه البحث العلمي الاقرب لك
اوكي في المركز القومي للبحوث فين بالضبط؟ يعني مثلا مجرد ان انا اجي هناك واسال يعني بيبقى في مثلا على السيد ابو الفتوح عمر. امين، شكرا خالص وشكرا جدا على المحاضره القيمه دي. حيلة دكتوره ايمان، اسال حضرتك، حضرتك من انهي؟ اتفضل. حضرتك من انهي جامعه او اي مركز؟ جامعه اسيوط قسم عقاقير. اهلا وسهلا. فاحنا بالنسبه لنا عبد العزيز فايد عنده طبعا استاذنا كلنا. بالضبط الدكتور عبد العزيز فايد، الدكتوريال بورد ممبر، شارك في العام فريق البحثي وعضو اديتوريال بورد، وربما تجد عنده نسخه، واعتقد كل كليات العلوم فيها نسخه. تمام، شكرا جدا يا دكتور، وشكرا جدا على المحاضره دي. شكرا. اهلا بيك دكتور طارق ابيل للمديح. لا اتفضل دكتور طارق، اتفضل حتى نسمع صوت حضرتك، يعني هو كاتب حاجه على الشات، لكن لو حضرتك تقول اللي عايزه اتفضل. دكتور طارق قبيل ده زميل من كلية علوم جامعة القاهرة. دكتور طارق اتفضل. دكتور طارق انا مش شايفه قدامي، مش عارف هو فين، لعله تحت او عنده مشكلة في الصوت. هو كاتب حضرتك اقترح اضافة جزء خاص بتطبيقات التكنولوجيا الحيوية وزراعة الانسجة النباتية اذا كان هناك فرصة لتحديث الموسوعة مستقبلا. هو الحقيقة في في الكالتيفيشن والبروباجيشن في بعض النباتات كان صعب جدا ان احنا نلاقي ليها ميثود للكونفنشنال كالتيفيشن او بروباجيشن، فكنا برضو ما بنبخلش على نفسنا وبنجمع المتاح من البايو تكنولوجي بروباجيشن تولز، كنا بناخدها برضو بنضمنها الكالتيفيشن، الجزء بتاع الكالتيفيشن. ففي بعض النباتات اللي هتلاقيها في صعوبه في انبتها بطريقه كلاسيكيه كنا بندخل فيها برضو اللي هي الطرق الحديثه للبروباجيشن، سواء كانت باي تكنولوجي او كاتنج وات ايفر. فان شاء الله هيلاقي برضو كثير من النباتات موجود فيها البونوجراف بتاع موجود فيها جزء عن باي تكنولوجي، وان شاء الله في الاعداد التحديث باذن الله يبقى ناخد بالنا ان شاء الله يكون هذه النقطة في الاعتبار بإذن الله رب العالمين. تسمح لي يا دكتور سيد عقب على اليوز اوف بايوتكنولوجي، لأن ده جزء مهم وحضرتك ذكرته، يمكن أنا كان ليا خبرة فيه بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، بدءا مع دكتور محمود صقر ثم مع الدكتور محمد رمضان ومجموعة البلانت بايوتكنولوجي الموجودة في المركز القومي للبحوث، واشتغلنا على الأشيليا واشتغلنا على الأرتميزيا في بالذات من سينا، لكن هي طبعا جزء مهم، لكن لازم يكون معانا يعني وسيله للحفظ بعد كده، يعني بعد ما نخلص المشروع ونجح في زراعه النباتات والاكلماتيزيشن، المفروض جهاز شؤون البيئه يبقى طرف في الموضوع علشان ترجع مره تانية للاماكن اللي جت المتوطنه فيها علشان لو حصل لها اكسار يحصل لها هناك. انا بس حبيت اعقب بدي لان هي صحيح تمام يا دكتور، كثير من النباتات ممكن استزراعها وممكن كمان استخدامها في انتاج مركبات لها قيمه صيدلانيه في المعامل باستخدام الروت كلتشر او السيل سسبنشن كلتشر، وتبقى بديل لجمع النباتات للاستخدامات الطبيه فيها، لكن لازم تكون مرتبطه بفريق من الجهه التنفيذيه اللي هي هتتولى عوده هذه النباتات واكثرها في الموقع اللي جت منه، او تتعمل محطات للزراعه استخدام التكنولوجيا الحيويه في سانت كاترين وفي الواحات وفي مطروح اللي هي الاماكن اللي فيها النباتات الطبيه المهدده بالانقطاع. تمام يا فندم، تمام، ربنا يحفظك يا دكتور. طيب انا مش شايف في اي اسئله، في اي سؤال يا جماعه؟ طيب دكتور سيد، احنا دكتور اشرف ممكن اتفضلي يا فندم. اعلي القبلاوي مع حضرتك. انا لسه حاطط بص اسم حضرتك قدامي على الشاشه اهو، ولسه هقلق واقول والله انا شايف اسم حضرتك من بدري، واقول فرصه ان احنا حضرتك موجود نسلم على حضرتك. بارك الله فيك والله معنا. انا يعني الفرصه فعلا اشكر استاذنا الدكتور السيد على المحاضره الرائعه والمجهود للتيم كامل في عمل الانسايكلوبيديا. بالنسبه للدكتوره اللي زميلتنا واستاذتنا دكتوره منال اثرتها، بالفعل يجب أن يكون هناك تشريعات مش فقط علشان خاطر خروج المصادر الجينية خارج حدود الوطن، ولكن حتى تجمعها
يعني أنا شاركت هنا في الإمارات في وضع قانون وحاليا منفذ، إن مفيش حد مفترض إن هو يقدر ينزل يجمع أي عينات نباتية من أي منطقة ناتشرال بدون تصريح من وزارة البيئة أو من الإمارة المعنية بالمنطقة دي. أتمنى إن شاء الله إن احنا نشوف عندنا في مصر، لأن ده حق المصادر الوراثية أصبحت حق أصيل. في جينات كتيرة جدا ممكن تكون هي ثورة المستقبل، علشان خاطر مش بس كمواد طبية ولكن لاستخلاص جينات في التحمل النباتات الظروف القاسية بمختلفة. المصادر الطبية أعتقد هي دي الثروة الحقيقية في السنين اللي جاية. أتمنى إن يبقى في تشريح في مصرنا الحبيبة يجرم أو ينظم تجميع الموارد الطبيعية، وأي مش بس نباتات، أي موارد طبيعية موجودة لازم ياخد تصريح من جهة معينة. وفي مجلات كتير جدا دلوقتي لما بنيجي ننشر بيقول لك يعني اكتب انت خدت تصريح من الدولة علشان خاطر انك تشتغل على النبات ده ولا لا. فطبعا اكيد حتى لو المفترض ان فيه قانون، لانه بيحتاج كتابة احيانا موافقة كتابية من الجهة علشان خاطر نجمع، فبنذكر ان هي مش محتاجة تصريح. لكن ده اتمنى ان شاء الله في المستقبل القريب يكون عندنا مثل هذه التشريعات. وشكرا كتير جدا لك. طيب احنا يعني في نهاية محاضرتنا نشكر استاذنا الدكتور سيد، وانا كان ليا شرف يعني نتعرف على حضرتك شخصيا في المؤتمر الاخير في شرم الشيخ، وسمعنا منه محاضرة يعني قوية جدا، ويعني انا سعيد جدا ومعانا النهاردة، وان شاء الله مزيد من الايه من التعاون يعني القادم ان شاء الله تعالى. شكرا، بشكر حضرتك وبشكر اللجنة المنظمة وبشكر الحضور، وانا سعيد والله ان المحاضرة يعني لاقت صدى عند حضراتكم، وربنا بارك فيك يا دكتور والفضل لله. الله يخليك وشكرا. شكرا لحضرتك يا دكتور، نشكر دايما على خير. وشكرا للساده دكتور وفاء والدكتور فتاح. احنا اكتر من مره في ناس من زملائنا في الدول العربية عايزين نتشارك مع بعض في أكتر من حاجة، وده مقترح دايما بنشوف نهاية كل محاضرة تقريبا، خاصة تكون محاضرة دسمة زي محاضرة النهاردة. فأنا عايز ولو نعمل حتى حاجة نسجل فيها الحاجات دي، أنا أخشى إن إحنا يعني بعد شوية ننسى الحاجات دي وتضيع في وسط محاضراتنا الكتيرة. فعلا الموضوع ده واللي قبل كده كان أعتقد دكتورة أروى برضو كانت اقترح إن شاء الله نقعد مع بعض فيه، وبرضو أحد من العراق اقتراح. اعتقد الحاجات دي فعلا عايزه تتعمل بشكل بحيث ان احنا فعلا تبقى حاجه مثمره، وتبقى حاجه يعني لقدام نقدر نفكر فيها لمشاركه عربيه عامه كده لعلها تكون اكثر فايده ان شاء الله تعالى باذن الله. طيب الله يحفظكم يا رب. في نهايه محاضرتنا بشكر الجميع، والان دكتور خزعل قبل ما اقفل اتفضل دكتور خزعل، حضرتك عايز تقول حاجه؟ اي نعم بس تفضل يا فندم. حد قفل المايك؟ ايوه لا اتفضل دكتور خزعل فتح المايك مو مفتوح يا فندم. نعم انا يعني ضمن الاطار العام اللي اقترحته جنابك تكون محاضره مشتركه يعني على مستوى الوطن العربي، فانا اقترح يعني واني هسه بيصدد اعداد محاضره عن الحدائق النباتيه بالوطن العربي، ودا اعمل سيرفي على كل الدول العربيه، وحقيقه يعني انجزت تقريبا يعني فقط 60-70% من المحاضره، ولكن اتمنى انه يعني يكون محاضره مشتركه لجميع الاساتذه العرب كلهم حسب دولته، ليقدم لنا أهم الحدائق النباتية والمنشآت الموجودة في كل حديقة من الناحية العلمية، وبالتالي تكون محاضرة متكاملة على مستوى الوطن العربي، وتكون زاخرة ونقدم يعني فد معلومات مهمة للأكاديميين العرب حول النبات الحدائق النباتية، خصوصا أنه هناك قصور في فهم الحديقة النباتية من الناحية العلمية، كما حال المعاشب أو المعشبات اللي إحنا كنا في صددها سابقا. وأكثر هذا الاقتراح إذا كان يلاقي القبول فأتمنى يكون تنفيذه بالمستقبل القريب. شكرا جزيلا دكتور، والاقتراح فعلا وجيه جدا. وأعتقد دكتورة وفاء وأنا تكلمنا مع دكتورة ريم، دكتورة وفاء أيوة مع دكتورة ريم، ومع دكتورة ريم هي موجودة معنا الآن، ومع المهندسة تريزا ودكتورة ريم، وأنا تكلمت مع المهندسة تريز وقالت هي مستعدة للسيزون الجاي، وإن شاء الله دكتور خزعل يكون معنا عن الحدائق النباتية في العراق.
او يرشح لنا زميل. انا اعتقد ان حضرتك جاهز، فنشوف الدوره القادمه ان الله يكون فيها حديث. اديت محاضره في الموسم السابق يعني في على مستوى العراق، كانت عن حدائق النباتيه، وايضا تحدثت عن حدائق النباتيه في مصر، وتناولت 6 حدائق مهمه في مصر يعني ضمن السيرفي اللي عملته، ولكنه يعني حاليا دا اوسع المحاضره. فكره ممتازه جدا، وممكن نتحدث عن حدائق مصر وحدائق العراق وحدائق المملكه العربيه السعوديه. انا اعتقد يعني اهل مكه ادرى بشعابها، فيمكن اذا استاذ من جمهوريه مصر يتحدث عن الحدائق في مصر راح يكون افضل معي بالتاكيد يعني. نعم، هو كان الحقيقه في الجدول بتاعنا المره دي الدكتوره ريم كان عندها محاضره عن المصادر الوراثيه في الحدائق النباتيه، ولكن تأجلنا المحاضره او هي يعني اعتذرت لسفرها، فان شاء الله لعل في الموسم الجاي يكون في محاضره، لان هي متخصصه الحقيقه في موضوع حدائق الايه النباتيه. المهندسه تريزا كمان وعدت الدكتوره، وهي كمان مهندسه تريزا من حديقه الاورمان، واحده من اكبر حدائق. معانا الدكتور يحيى مسرحي رفع ايده، اتفضل يا دكتور يحيى. دكتور يحيى مسرحي المايك مفتوح عند حضرتك، اتفضل افتح المايك. لا مقفول عندي. لا لا هو انا فتحه، انا اقصد هو اللي عايز يفتح. مفتوح الان يا دكتور. نعم جزاك الله خير. دكتور يحيى ازي حضرتك؟ حياك الله يا دكتور، كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله. الحمد لله، الله يبارك فيك. اولا انا ملاحظتي عابر، انا اعتذر اني دخلت في الاخير كذا، هي فقط لي يعني شيء ذكره زميل سابق، انا اتوقع من الدكتور فزعل بخصوص توقيت المحاضرات. التوقيت مواقيت الصلاة طبعا عندنا هنا بتختلف مع المواسم وكذا، فيا حبذا إذا كان في إمكانية للموسم القادم أن يكون يعني التوقيت يأخذ بعين الاعتبار مواقيت الصلاة في معظم الدول العربية. يعني إيش اللي يمنع أن يكون مثلا بعد صلاة العشاء؟ هذا مجرد اقتراح، لأنه فعلا والله يعانوا الزملاء عندنا هنا، يعني ما نقدر نخش على المحاضرة إلا دوب 10 دقائق الأولى، بعدين تجي صلاة المغرب وبعدين نحضر إلا ومعظم المحاضرة انتهى. فيعني هذه نقطة حابب أنكم يعني شوفوها تدرسوها يا دكتور، جزاكم الله خير. جميل، هو ثاني هي طبعا مشكلة أن التوقيت أنا ما ضم صوت الأستاذ جبري بهذا صحيح. الموضوع يعني صحيح صحيح، يعني يفضل بعد صلاة العشاء، يفضل بعد يعني خلينا نقول الساعة 7 بتوقيت بعد صلاة العشاء في المكة المكرمة مثلا. أي نعم، ثامن توقيت مكة المكرمة يكون يعني الوقت جدا. الفرق بيننا وبين مكة مش كبير يا دكتور، يعني لو خلناها حتى بتوقيت القاهرة يعني لو خلناها مثلا 8:30 بتوقيت القاهرة يعني 9:30 هناك، أعتقد هناك مش هيبقى فيه والله مشكلة يعني. هيكون مناسب جدا والله يا دكتور. صلاة العشاء في القاهرة الساعة كام؟ العشاء في القاهرة 8 حوالي الساعة 8 مثلا الساعة 8:00، فممكن على 8:30 بتوقيت القاهرة يعني 9:30 بتوقيت السعودية. والله يا ليت يا دكتور، يا ليت جدا والله كذا، يعني العدد الأكبر من الزملاء من جميع أنحاء العالم. حتى الحضور يكون أكبر. خلاص. الحضور يكون أكثر. في الدورة القادمة. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. جزاكم الله خير يا دكتور، شكرا لكم. الله يحفظك. جزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله. ما تنساش تعلن عن محاضرة الدكتور علي يا دكتور. أنا حاططها هي قدامي يا فندم، بس بصراحة الحضور النهاردة جميل. كده بيبقى لها طعم تاني. حاضر. إن شاء الله المحاضرة الجاية، المحاضرة 9 في الموسم الثاني، معانا الأستاذ دكتور علي القبلاوي، أستاذ البيولوجيا البيئية جامعة الشارقة، كان بيتكلم معانا من دقايق. إن شاء الله تعالى بيتكلم المحاضرة على كمون البذور واستراتيجيات الإنبات في النباتات الصحراوية، إن شاء الله محاضرة يعني أعتقد هتبقى محاضرة محتاجة كلنا نكون حاضرين ونعزم الناس عليها، فرصة نسمع دكتورنا أستاذنا الدكتور علي القبلاوي إن شاء الله تعالى. الكلام ده من 2 في نفس الميعاد إلى أن يعني يأتي الميعاد التالي، يبقى 8:30 إن شاء الله في الموسم القادم إن شاء الله تعالى. ماشي، جزاكم الله عنا كل خير. الله يبارك فيكم. جزاكم الله خير دكتور سيد. شكرا سعادة الباشا ومشكرين للجميع وبارك الله فيكم. شكرا لكل الناس اللي تدخلوا معنا النهارده، جزاكم الله خير. الله يبارك فيكم جميعا. الله يحفظك ويبارك لكم جميعا. الله يبارك فيكم يا فندم. شكرا جزيلا. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله.